السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة صلى على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عاوزك تنزل حالا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، عشان عاوزين نوصل 2000 مشترك. بجد انا اول ما نوصل 2000 مشترك اعمل لكم فجأة جامدة جدا جدا جدا. خلاص يا جدعان هانت، انتوا طبعا دعمكم اسطوري شغال على القناة، والنهاردة بنزل لكم اللعبة اللي بتحبوها هيدرونير، ولكن حصل فيها شوية مشاكل كده يا جدعان وانا بصور، بس يا رب بس الحلقة دي تعجبكم. كل حلقة دي جامدة 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 جامدة، بس حصل فيها حاجات ما اقولكوش عليها، سيبكوا بقى تتفرجوا عليها. يلا سيبكوا بقى عشان تتابعوا الفيديو. طبعا الفل يا اخواتي، النهاردة بقى حلقة جديدة من لعبة هيدرونير، اللعبة الجامدة اللعبة اللي كلنا بنحبها يا جدعان. ان شاء الله النهاردة احنا داخلين المصنع الجديد، زي ما انتوا شايفين المصنع شغال تمام، مفيش فيه اي مشكلة يا جدعان. كل بس حاجة اللي ناقصاه السرعة، السرعة بس هي اللي ناقصاها يا جدعان، وطبعا السرعة دي بتحتاج لضغط مية. طبعا احنا ظبطنا الغرفة دي يا جدعان الحلقة اللي فاتت وظبطت كل حاجة فيها تمام، بس فيها مشكلة واحدة، ان احنا لما عملناها على جهتين بحيث نحط 40 مفتاح كان فيها لخبطة شوية، بحيث ان هنا الملف الصيانة ده يا جدعان ما كانش شايف الفلتر اللي في الجهة التانية، فاحنا حطينا فلتر هنا بحيث يبقى في فلترين. فلما حطينا فلترين وبقى يقرا العطل، لما بقى العدسه اللي ورا تقرا العطل، ممكن الفلتر ده يعطل مثلا، او الفلتر ده يعطل اي واحد فيهم يعني يعطل. نفترض ان ده عطل وهي قرأة الفلتر ده السليم، فما فيش حاجه من الاتنين دول هتشتغل ويفضل الفلتر عطلان. دي برضو مشكلة قابلتنا بعد ما صورنا الحلقة في الكواليس، فاحنا برضو مفروض هنشيل بقى كل الخمس فلاتر دول ونسيبها موجودة على جهة واحدة، ونسيب بقى دولت اللي موجودين هنا دول استبنى يا جدعان لأي واحد يفضى، نشيل ده ونركب ده. فهي دي الفكرة اللي في دماغي دلوقتي. فاحنا طبعا دي غرفة الضغط خاصة بالضغط، هي برضو محتاجة توسع شوية لأن يبقى فيها حاجات تخزين لأدوات الضغط. فاحنا هنشيل الخمس فلاتر يا جدعان زي ما انتم شايفين كده في الاول. طبعا احنا بنظبط الدنيا عشان بحيث ما يبقاش عندنا ولا غلطه، وهنشيل بقى الادوات دي كلها. ايوه كل ده هنشيله، احنا الحاجات دي هنحتاجها لان احنا مش هنقف على هنا بس كده، هنحتاج حاجات اكتر كمان، فهي الحاجات دي مش هتخسر معانا. وطبعا انا عملت بقى في المصنع القديم يا جدعان حاجه جديده اوريها لكم واعرفكم انا عملت كده ليه الوقت، بس بمخلص الصيانه اللي انا فيها ده ايه. كمان روحت جبت مغناطيس لان كان عندي جليتش في الكولوديوم، ونضفت الحتة دي لانها كانت مجلشة الحتة دي كده، اوريها لكم من هنا كده وبعدين نروح نكمل الغرفة. الحتة دي كمان كانت مجلشة في الكولوديوم، والكولوديوم كان بيقف هنا كده ما بيعديش، ونزل كان في كولوديوم كتير مجلش لان سبت المصنع فترة كبيرة شغال، كان مجمع كولوديوم كتير. فاحنا عايزين بس نظبط الدنيا كده الاول، الغرفة دي اهم حاجة لان دي المصنع كله تمام، بس انا وصلت كل حاجة تمام كده. فهنسيب دولت بقى كده وقف متعلقين في الهوا. طبعا الاوضه بقت رجعت بقت منظرها وحش تاني بعد ما كنت اتظبطت. نطلع بس فوق نركب الضلفة دي وننزل. وكمان خلف الكواليس يا جدعان زي ما انتم شايفين شلت السقف اللي هو اللي فوق ده عشان دي نجيب اضاءة تحت، اللي هو السقف اللي هو البلوكات، وحطيته فينا عملت بينه جدران هنا زي ما انتم شايفين كده. المفروض ان انتوا شايفين، انا مش شايفها اصلا بس المفروض ان انتوا هتشوفوها لان انا هظبطها في المونتاج. فتمام كده يا جدعان زي ما انتوا شايفين احنا ظبطنا كل حاجه هنا. الحاجات دي هنسيبها بقى كده مؤقتا وهنشيلها الوقت ان شاء الله الحلقه، هنشيل بس دولت نوقعهم. تمام كده يا جدعان المفروض ان هي شغاله بخمس فلاتر، المصنع ما فيش فيه اي مشكله، المفروض ايوه هو شغال اهو. طبعا المفروض ان احنا كنا النهارده نعمل غرفه الضغط، ولكن يا جدعان للاسف مش هنعمل غرفه للضغط النهارده في المصنع ده، لان احنا عايزين نجيب كلوتيوم بشكل اسرع واحسن. فاحنا يا جدعان هنروح نخلي المصنع التاني كامل متكامل متظبط تظبيط كامل، لان انا في خلف الكواليس عملت فيه شويه حاجات كده هوريها لكم. نشوف بس احنا معانا كلوتيوم قد ايه. طبعا انا جبت كل الكلوتيوم اللي في المصنع التاني واللي هنا لميته كله على بعض وحطته هنا. فهنطلع بقى نحط الحديد وتبات المعادن كلها برضو على بعض، نحط الحديد بقى كله هنا. نحط بقى يا جدعان كل المعادن اللي معانا ديت هنا كده في المكان بتاعها.
تمام. دولت بقى هنسيبهم ولا نقول لك ناخدهم؟ ناخدهم نحطهم هنا. تمام. عايزين بقى نجيب الميزان من فوق عشان نشوف احنا معانا قد ايه معادن، بحيث نشوف هنعمل ايه في المصنع التاني، لان انا عايز اشتري له المكانتين اللي انا خدتهم. طبعا في هنا واحدة ايه لسه، بس المكنة اللي انا كنت خدتها التانية اللي هي بتاعة الحفر. الميزان فين؟ اه الميزان هناك اهو، هنروح نجيبه. نحط بقى الميزان هنا كده، ونجيب الكولوتيوم نحطه فوق. قولي يا عم احنا بقى معانا كلوتيوم قد ايه؟ قولي ده يا جدعان، ده الميزان تحت، ده هو 8,417,000. الميزان تحت يا جدعان، تحت اهو، ده ممكن تعمل 6 ماكينات. تمام. المصنع هيكبر تاني. هنشوف بقى الحديد يا جدعان، لان انا ناوي اظبط المصنع التاني، بس مش هكبره، انا هظبطه على حالته زي ما هو فيه كده. هنشوف بقى الحديد، ده انا حاطط كل الحديد على بعضه. يا نهار ابيض، 137 يا جدعان. 137 دول يصنعوا لنا، يعملوا لنا مصنع عملاق عملاق. شوف لنا عم معاك دهب قد ايه؟ 18. يوزي قد ايه بقى؟ 10، من غير ما بتتباعش، ملهاش سعر. فهي 10 شوية اهو، 10 شوية. حلوين اوي الحاجات ده يا عم بقى، كتير عندي، كتير كتير، ومكسل المها وبحها، فانا اسيبها للاخر لما احتاج لها. فكده يا جدعان زي ما انتم شايفين كده، بناخد الحديد والكولوتيوم ونركب العربيه بتاعتنا، ونروح نصنع الحاجات اللي احنا هنظبط بيها المصنع التاني، لان المصنع التاني عملت فيه شويه حاجات جامده برضو. العربيه فين اهي؟ طبعا الحديد هناخده. فطبعا يا جدعان بفكر في حاجه برضو، هقول لكم على حاجه. طبعا دي غرفه الصيانه، احنا قلنا هنعمل ان شاء الله، ان شاء الله يعني فوقها غرفه الضغط. طيب، طب ما احنا نعمل غرفة الضغط، احنا بننزل غرفة الصيانة فوق سطحها منين؟ بنلف اللفة دي كده وننزل كده فوق السطح. فاحنا عشان ننزل غرفة الضغط هننزل نفس النزلة. لأ، انا عاوز اعمل لها من هنا باب كده، وجوه ورا الباب في باب هنا كده، وباب فوق في الحتة دي فوق كده، في الحتة ديت من عند الأوضة اللي فوقها ان شاء الله. وجوه بقى نفتح سلم يطلعنا كده ايه، زي الاسانسير كده، سلم يطلعنا لفوق كده. فانا ناوي اعمل كده، ان مش هتبقى غرفة ضغط وغرفة صيانة بس، لان هيبقى في غرفة كمان ان شاء الله، غرفة تحكم، هتتحكم في تشغيل وتوقيف المصنع بالكامل بالكامل، لان المصنع مش هيبقى عبارة عن كده بس يا جدعان، المصنع هيبقى ادوار برضو ان شاء الله. ناوي من فوق خالص، فوق السطح خالص، لما اقفل واوصل اعمل بيت كبير جدا يا جدعان ان شاء الله. يعني ناوي، يعني ناوي اعمل بيت كبير. وهيبقى كمان الدور اللي تحت ده، طبعا الدور ده لانه في الغويط، هيبقى كله ماكينات كولوتيوم. وهعمل كمان في النص دور تشغيل المعادن، بحيث نصنع معادن، كل حاجة تخص المعادن يا جدعان، اللي هي المنطقة الجزء ده كله هيبقى في الدور التاني في النص، بحيث يبقى تحت ماكينات بس. يعني انا مش عايز احرق عليكم الحاجات اللي هنعملها بجد، انا بفكر بس في الحاجات دي، لسه بفكر فيها، فهي لسه مش على ارض الواقع الوقت، بس انا بحب اتكلم معاكم في كل حاجه ناوي اعملها. فالدور اللي تحت زي ما انتم شايفين هيبقى كله ان شاء الله ماكينات كولوتيوم. فعشان كده انا عايز اشغل المصنع التاني، ما اسيبوش واقف، بحيث يبقى هنا شغال وهناك شغال، نجيب كولوتيوم اكتر. يعني الوقت شوف احنا بقالنا كتير ما جبناش الا 12 مكنه، من اول ما لعبت اللعبه يعتبر احنا معانا الوقت يعمل 6 ماكينات كولوتيوم، فاحنا يعتبر ما عملناش حاجه. بس انا معايا حديد يعمل برضو المصنع اللي فوق، اللي هو الدور اللي فوق. فانا هحاول قد ما اقدر اعمل المصنع باقصى سرعه، بحيث يعمل لنا ماكينات كولوتيوم اسرع واكتر. يعني ايه؟ يعني هنشغل مصنعين في المصنع دي في نفس الوقت. طبعا لو انتوا فاهميني بقى، ده الدور اللي تحت. طبعا في ممكن نعمل دور تحت كمان، ممكن نعمل دور تحت الدور ده كمان، ولكن الادوات بتاعت الفحر ما بتشتغلش تحت. فانتوا لو تعرفوا تقولوا لي ادوات اشغلها تحت، ماشي اجيبها واشغلها تحت، ونفحر ونعمل دور تحت. الدور اللي تحت ده يجيب كولوتيوم ومعادن حجم كبير يا جدعان. فطبعا ده يكون دور بتاع ماكينات الكولوتيوم، وفي دور في النص كده هيبقى دور الايه، التشغيل كامل،
دور التشغيل كامل. دور التشغيل ده يبقى عبارة عن الجزء ده كله، ولكن بقى بشكل أكبر بقى، بحيث ما يبقاش في أي جليتشات. يعني نعمل مثلا فوق ماكينات اللي هي الحصادات، نعمل مش حصادات، نعمل من تحت سيور كتير للماكينات، ونحط فوق حصادات وتحت حصادات، بحيث يطلع من تحت الدور التاني ذهب وطين في نفس الوقت. وفوق الدور التاني بقى يبقى في دور تالت فيه ماكينات من الماكينات دي يا جدعان، اللي هي فين من الماكينات دي يا جدعان. طبعا دي بتشتغل لفوق، بتشتغل في ارتفاع اعلى، فطبعا برضه هيبقى فيه عدد كبير ان شاء الله. يعني عندنا حديد يعمل اللي جي بتاع 200 ولا 300 مكنة، هنجيبهم ونشغلهم كلهم بحيث يطلعوا لنا نسبة معادن كبيرة، نكبر بقى المصنع اللي تحت بقى. عايز المصنع ده ان شاء الله يكون مصنع اسطوري بقى، يكون في دور رابع فوق بقى ان شاء الله، ده يتبنى عليه البيت بتاعي اللي هسكن فيه، وجرس العربية وحاجة جامدة يا جدعان. فانتوا يعني تتخيلوا معايا كده، وعرفوني في التعليقات اعمل ايه بالظبط، لان ان شاء الله انا ناوي اظبط الدنيا هنا خالص بحيث يبقى المصنع كبير. طبعا انا كان نفسي اشتري ارض التلج، بس انتوا كلكم اخترتوا واجمعتوا، الاغلبية منكم يعني اختارت المصنع ده، فان شاء الله نخلي المصنع ده مصنع اسطوري. فطبعا عشان نقفل ونطلع في دور تاني لازم نكون عاملين اضاءات تحت عشان نعرف نشتغل تحت بعد كده، فاحنا مش هنطلع غير ما نظبط الغرف دي. فانا قلت بقى ايه، طالما هناخد وقت في تظبيط الغرف ما نضيعش وقت في ايه، في ان احنا نجيب معادن. فقلت اروح اول حاجة قبل ما اظبط بكمل غرف واعمل غرفة اللي هنا يا شباب، اروح المصنع التاني اخليه بريفيكس، اخليه يا جدعان مصنع اسطوري برضو، في كل حاجة هنفجر فيه النهاردة وننقب فيه، بحيث الماكينات الجزء التاني بتاع المصنع ينزل كله تحت، نهبطه في الارضية تحت بحيث يطلعلنا حاجات اعلى، واحط له حصتين بحيث ما يبقاش في اي جليتشات برضو. فاحنا محتاجين نعمل 3 حصادات، هناخد بقى الحديد ونروح كده المصنع التاني. احنا عندنا واحدة، هنعمل بقى 2 ونعمل كمان مكنة يا شباب. فبكده نكون احنا ايه زبطنا الدنيا. هحط بقى الحديد ده هنا كده، وكمان جبت الأداة عشان اثبت بيها، تقريبا في واحدة منها هناك، فاحنا مش هنحتاج ديت دلوقتي، مش هننزلها لان ممكن منلاقيش اللي هناك، ومش عارف. لا المكنة دي هسيبها هنا، دي اللي انا عاوزها هناك، اروح بقى هناك وهنقص برضو القنابل النووية اللي هنا دي كلها، هنقص القنابل النووية اللي هنا دي كلها يا شباب، نحملها برضو في العربية، اعتقد ان هي ممكن تكفي. احمل بقى كل حاجة انا محتاجها من هنا يا شباب، وارجع لكم تاني وانا رايح المصنع التاني. حملت بقى كل القنابل اللي هناك يا شباب، والمفاتيح بتاعت القنابل، وهحمل بقى السلوك معايا بالمرة. طبعا العربية بقى فيها حاجات كتير وعمالة تتزحلق، هحط بقى فيها بقية السلوك كلها يا جدعان، وهرجع لكم على طول عشان نروح المصنع التاني. هنروح الأول نصنع مكانتين، نصنع المكن اللي احنا محتاجينه للمصنع التاني، والباقي هنجيبه هنا، الباقيات المكن اللي احنا هنصنعه هنجيبه هنا، نصنع مكانات بكل الكوليتيوم اللي معانا. خلاص وصلنا يا جدعان ايس هيلم اهو، هناخد بقى الكوليتيوم والحديد اللي معانا. طبعا ده كل الحديد الموجود، احنا كده كده مش هنحتاج نبيع الحديد، احنا بنحتاجه هنا في المصنع. جبنا الكلوتيوم اهو يا شباب، طبعا هنحط حط بقى هنا الكلوتيوم الاول، حط هنا الحاجة اللي بتشتغل بالكلوتيوم. احنا عاوزين نعمل ايه؟ ايوه عاوزين نعمل من دي كام؟ لا احنا هنعمل اول حصادة بس عشان نبقى ايه منضيعش الدنيا. تمام حصادة اهي، هنعمل 2 خلاص. حط لنا بقى اعمل حديد، اعمل لنا اداة واحد، 2 كده عملنا 2 من الحصادات. هنعمل بقى بالباقي كله ماكينات من ده يا شباب. حطينا الحديد بقى، نحط الكولوتيوم ونشغل بقى يا جدعان، نعمل احنا متأكد بس من المكنة. ايوه اعمل لنا من دي، هذا الحديد وده الكولوتيوم. تمام ده كده عمل لنا 2 والكلوتيوم لسه معانا. طيب لحد ما الكلوتيوم يخلص يا شباب، احنا كده كده بنستخدم الكلوتيوم في صناعة الماكينات، فاحنا كده شغالين. تمام دي تقريبا المكنة الثالثة يا شباب اهي،
تأكد بس ان هي مكنة الحفر. ايوه مكنة الحفر، هنجيب الكولوتيوم برضو ونشتغل ايه، نعمل المكنة الرابعة. ده الكولوتيوم هيعمل كتير. طيب هشوف هيعمل كام مكنة يا جدعان وارجع لكم على طول. كده خلاص يا جدعان، ما عادش عمل 6 ماكينات تقريبا. عمل كام مكنة؟ 1 2 3 4 5 6 ماكينات. كده خلاص ما عادش عايز يعمل حاجة، الكولوتيوم ما عادش مكفي. احنا كده عندنا الكولوتيوم اهو موجود، هنسيبهم برضو هنا، هنسيبه هنا كده، والحديد هنسيبهم الاتنين كده كده منحتاجش نبيعهم. والحاجات بقى بتاعتنا دي كلها هننزلها في العربية تحت وارجع لكم على طول يا جدعان. خلاص يا جدعان كل حاجة اعتبرت اتحطت. كان هنا في جردل الود بتاع ايه ده، هناخده معانا بالمرة. خلاص كده كل حاجة انا تمام، مفيش اي حاجة موجودة. تمام ناخد بقى عربيتنا ونمشي بقى يا جدعان، نروح بقى الارض التانية نروق عليها يا جدعان ونظبطها، بحيث نسيبها شغالة بتطلع كولوتيوم ومعادن، وبعد كده نعرف نشتغل في المصنع التاني بقى ونكبر فيه. وصلنا المصنع هنا يا جدعان، بس طبعا زي ما انتم شايفين اللاج اللي في الشاشة، فاحنا نفضل العربية بس على قد ما نقدر، بحيث ان احنا نشتغل بقى على طول في المصنع ده. كل اللي هنعمله اول حاجة خالص اوريكم، بس اول حاجة انا عملتها المصنع ده، حطيت 5 فلاتر ب5 ماكينات، وملات الماكينات يا جدعان اهو، ملات الماكينات على الاخر مفاتيح، بحيث يبقى هنا ده شغال تمام. وهنا كنا برضو عاملين 5 ماكينات اهو، وفيهم مفاتيح، زودت مفاتيح، اشتريت مفاتيح وحطيتها كده تمام قوي. وهنا كل حاجة متظبطة. هنا بقى عاوزين نشغل الجزء ده من المصنع، وبعدين هنرجع على طول نظبط المصنع التاني. هنا كده عايزين نفحر بقى المصنع ده كله، ننقبه كله تحت الارض كده، نفحر وننزله بقى لتحت. فاحنا هناخد الماكينات دي عشان نركبها، ناخد الاول الحصادة لان احنا شلناها من هنا، هي كده متركبة صح يا شباب. فاحنا مش هنشغل السير ده، احنا عاملين السير ده لوحده والسير اللي هناك لوحده، فاحنا هنشغل الماكينات اللي تحت. بس اول حاجة في مكنة ناقصة كنا اشتلناها، هنجيبها نركبها مكانها، كان هنا كده بالظبط، هنركبها بقى مكانها. كده يعتبر كل حاجة اشتغلت تمام. نطلع بقى نشغل كده السيور ونشغل كل حاجة. كده تقريبا السيور اشتغلت تمام، والحصادة السيور ديت انا موقفها يا جدعان لان فصلت عنها المية، لان اعمل لها مية الوحيدة بتاعتها. فاحنا كده المصنع ده اشتغل تمام، وهنشغل باقي الماكينات. اتأكد بس ان الماكينات اشتغلت، بس نشغلها. الله المكنة بتاع الكولوتيوم ما اشتغلتش يا شباب. الماكينات هنا خلصت شارج تقريبا، انا مش عارف هو ده السبب ولا ايه، مع ان المكان التانية شغال عادي. المهم ان المكان هنا شغال تمام والسير شغال تمام، مش هتقف يعني على مكنة واحدة، مش مشكلة مش مشكلة، المكنة ديت كويس. وبعدين عايزين نبحث عن الكنز يا جدعان، الحاجات ديت عايزين نبحث عن الكنز، ما بحثناش عنه كده. انا هنزل الحاجات اللي في العربية وارجع لكم على طول، لان الصورة وحشة خالص. خلاص كده يا جدعان نزلت كل حاجة، بس لسه بقى حاجات القنابل والحاجات ديت، فانا مش عارف لو فجرت والحاجات دي متركبة هتضيع ولا ايه اللي هيحصل. بس انا كده كده يا جدعان افجر الارضية دي، هنزل بقى كل القنابل كده كلها واركبها. خلاص كده يا جدعان انا اعتبر نزلت كل حاجة، هنبتدي بقى نركب القنابل. بس مش عارف نركبها ازاي، نركبها اصلا فين. هنا كده هنركب اول قنبلة دلوقتي، عاوز بقى حرف تي، خلينا نركب من هناك واحنا جايين يعني. حرف التا اهو، السلك اللي هو حرف تي تمام. نحط بقى الزرار ده كده تمام يا جدعان، كده تمام. نحط بقى السلوك، نحط بقى السلوك في كل حتة هنا لحد ما نوصل للأخير. خمس سلوك وقنبلة يا جدعان، خمس سلوك وقنبلة كده يا جدعان، زي ما احنا مش هنحط 5 سلوك وقنبلة بس، يا رب بس القنابل تجيب المساحة دي. المرة اللي فاتت كنا بنعمل 6 ما جابت لناش المساحة كاملة. ايوه كده نكمل بقى، وبعدين ارجع لكم بعد ما اخلص تركيب السلوك.
خلصت السلوك، صف السلوك من هنا يا جدعان، انا هحط بقى حرف التي كله مرة واحدة، حط بقى حرف التي كله وبعدين نركب القنابل كده. خلاص خلصنا حرف التي لحد اخر واحدة، نحط بقى القنابل فين؟ في كل حرف تي نحط له قنبلة. مش عارف المساحة كده هتبقى واسعة اوي ولا ايه. هي خدت كام قنبلة؟ واحد اتنين تلاتة، خدت اربعة. ممكن نقلل شوية يا جدعان، اظبطهم على اربعة وارجع لكم على طول، لان كده انا حاسس ان المسافة هتبقى كبيرة وانا مش عاوز اقعد افحر تاني بعد ما افجر، فان اظبطهم على اربعة يا جدعان وارجع لكم على طول. تمام كده يا جدعان، ظبطتهم على أربعة بحيث المكان خد 5 قنابل أهو، نحط بقى الجهة التانية برضو 5 قنابل. عاوز أنقل العربية بقى ورا بالسلوك اللي متبقية فيها بحيث أوصل كله مرة واحدة. جبت كل حاجة هنا أهو يا جدعان، تمام. العربية كلها في الحاجات اللي فيها كلها، هركب بقى ال5 قنابل من الجهة دي برضو. شوف بس احنا خدنا هنا مقاس قد ايه على ما عملنا قنبلة. ده احنا هنا حاطين قنبلة أصلا؟ لا ده لسه ناقص قنبله ما حطيناهاش. تمام نحطها يا جدعان هنا. تمام احنا حطينا قصاد المكنه التالته بالظبط، معانا 5 قنابل حطيناهم. تمام، بقى نحطها قصاد الخمسه بالظبط، التالته بالظبط. تمام او كده كده احنا حطيناها مظبوطه. هنكمل بقى ال5 حرف دي كلهم، حطهم كده ورا بعض واقول لكم يا جدعان نوصل كل السلوك مره واحده. تمام يا رب بس ايه ما نفجرهم يجيبوا المكان كله وما يضيعولناش الدنيا خالص، يبوظوا لنا المصنع اللي احنا عاملينه. انا خايف بس المصنع يقوم منفجر معاه. المفروض ان هو ما ينفجرش يا جدعان، صح؟ احنا كده كل حاجه تمام، وصلنا كل حاجه، بس للاسف ما كانتش معانا كعان، فاضطرينا نحط حرف تي مكان الكعان. بسم الله نسمي بقى كده ونروح نفجر. يا رب بس ما فيش حاجه تضيع، تفضل كل حاجة مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنع، المصنع فين؟ يا الله رأيكم يا جدعان في اللي حصل ده؟ المصنع يا جدعان اللي كنا عاملين املنا عليه ان احنا هنكبره وبعدين ده حتى الحتة اللي تحت كانت صغيرة، ما كانتش هتاخد المصنع اصلا. لا اله الا الله، ضاع المصنع بتاعنا يا جدعان، فجرنا المصنع كله. كنتش يا نهار ابيض، لحد فين يا جدعان؟ لحد فين؟ اتمسح مكنة الكولوتيوم اللي كانت هنا، اتراحت. ده كان في مكنة كولوتيوم كمان ورا يا جدعان والله. الهت ده اصلا شايفين قد ايه؟ ما تستاهلش الواحد اصلا ان كان يعمل كل ده ويتعب نفسه عشان يفحرها اصلا. ده صغيرة خالص يا جدعان، صغيرة قوي، وما كانش في دماغي ان لما افجر والمكن موجود هيحصل اللي حصل ده، والمكن هيتفجر كمان. اقول لكم على حاجة، انا نروح بقى المصنع التاني
انقل الحاجات دي، وكفايه ان المصنع ده اللي هو التاني ده يا جدعان شغال شغال تمام، يعني مفيش فيه اي مشاكل. هنا استخدمنا يا جدعان 3 مفاتيح، الفترة دي كلها استخدمت 3 مفاتيح، المصنع ده اشتغل تمام مفيش فيه اي مشكلة. فاحنا كده يا جدعان ظبطنا الدنيا هنا، ظبطنا ايه ده، احنا خربناها خالص يا جدعان. انا والله العظيم يا جدعان لو اعرف ان كان ده هيحصل كنت المفروض اجرب على اي حاجة الاول قبل ما اعمل المصنع ده كله اضربه. كنت مثلا خدت اي مكنة حطيتها في جنب وحطيت تحتها قنبلة وفجرت، كنت هشوف هي هتروح اختفي وتروح كده زي ما دول راحوا. بجد يا جدعان زعلان بجد والله العظيم، ما كنت اتوقع كل اللي يحصل ده. على العموم حصل خير يا جدعان ومتعوضة ان شاء الله. طبعا احنا مش من اول مرة يعني نخسر، يا ما خسرنا ولكن بنعوض في الاخير. بس دلوقتي اقدر لكم ان المصنع ده خلاص هنسيبه شغال كده بعد ما عملنا له كل الحاجات دي، حطيت له انا 5 فلاتر ببطء يعني، عم بينزل ببطء يعني، 20 فلتر دول على ما يخلصوا يجيبوا اخر مفاتيح يكون عدى وقت كبير يا جدعان. فاحنا دلوقتي هنروح نشتري ماكينات الكولوتيوم دي كلها ونروح، وخلاص المصنع ده خلاص هنشيل يعني كل حاجة منه، خلاص هنشيله من دماغنا لان الحتة دي اساسا صغيرة ما تشيلش اصلا اي حاجة، ما جاتش تشتري المكان اللي احنا كنا مركبين. فاحنا هنركب عربيتنا كده ونرجع ورا عشان نحمل الحاجات دي، هنقل كل الماكينات يا جدعان، حتى الماكينات دي اللي هي الحديد دي هننقلها كده. خلاص خدت كل حاجة، والله كنت هظبط المصنع ده يا جدعان، اللي انفجر ده كنت هظبطه تظبيطه كان في دماغي رسمي ليه خيالي. بس حصل خير بقى يا جدعان، هناخد بقى العربية بتاعتنا ونمشي هنروح المصنع التاني الكبير. حرقت مصنع كامل، حرقت مصنع كامل يا جدعان، ان شاء الله الغلطة دي مش هتتكرر تاني. انا حرمت وصلت المصنع بتاعي الكبير اهو، احط بقى هنا طينة من الحتة دي كلها طين، وبعدين ارجع لكم على طول يا جدعان علشان نحط المكن هنا بقى. خلصت يا جدعان، حط بقى الماكينات كده ونشوف هتشتغل ولا ايه. نوقف بس كده الحاجات دي كلها، هنبطل الماكينات بحيث الطين ده كله نشيله من على السيور عشان ما يجلش بعد كده. حط بقى كل الماكينات كده، حطيت الماكينات يا جدعان، احط بقى السيور كلها. تمام اخر واحد اهو، كده تمام اهو يا جدعان، حطينا كل حاجة تمام. عاوزين بقى نوصل الماكينات بحيث تشتغل، نوصل بقى الماكينات يا جدعان. بس احنا بقى بدل ما هنوصل من ورا كده هنخليهم بقى من فوق، لان احنا كده مش هنعرف نوصل الاتنين في بعض، فاحنا هنخليهم من فوق يا جدعان. يعني هنروح بقى نبطل كل حاجة ونرجع بقى عشان نوصلهم من فوق. وصل دي كده، كله بقى هنوصله كده، هنشيل كل الكعان دي ونوصلها نفس النظام كده. تمام يا جدعان، احنا كده مضطرين ان احنا نشيل كل الماكينات وكل السيور ونوصل ميه الاول، وبعدين نركب الماكينات وبعدين نركب السيور. شيل بقى كل السيور كلها كده وارجع لكم على طول عشان بس ما اضيعش الوقت. تمام كده شلت كل السيور، اشيل بقى كل المكن واروح اجيب الكعان اللي هناك ده يا جدعان، عندي شويه كعان حلوه هناك، والكعان اللي في الجهه التانية كلها اجيبهم الجهه دي، واجيب حرف التي عندنا هنا برضه شويه حرف تي حلوين اهم، ولسه فوق اجيبهم برضه كلهم من هنا تحت وارجع لكم على طول يا جدعان. بس اشيل المكن الاول، شلت كل حاجة يا جدعان اهو. تمام حط بقى هنا
كل الكعان ده اظبطها واروح اجيب بقية الكعان احطها. تمام، قلت بقى حرف التي ده فوق. خلاص يا جدعان، عملت الجهة التانية اهو، لسه الجهة دي بس هعملها. اطلع بس اجيب الحاجات من فوق كلها. خلاص يا جدعان، كده احنا اعتبر حولنا كل حاجة، اعتبر ده اخر كوع احنا جايبينه. كل الحاجات كده احنا حولناها، نبتدي بقى نركب كل حاجة هنا. هنوصل بقى، هما كانوا 6 مكانات تقريبا، نحط بقى ايه 6 كعان كده. خلاص يا جدعان، 6 كعان اهو. هنوصل بقى حرف التي اللي فوق ده كله، عشان يبقى كده خلاص يعتبر خلصنا المية من فوق. كده تمام يا جدعان، وصلنا كل حاجة، ناقص بس نركب الماكينة. هنركب بقى كل الماكينات كده. هنركب الجنب التاني الأول. تمام، المكنة التانية، المكنة التالتة بقى. اهو جدعان، 4 ماكينات كده ركبناهم. خمسة، ستة، أما كانوا المفروض 7 صح؟ مكان ده مش هتركب ليه بقى؟ طيب هنركب هنا بقى ماكينات. كل او كده نحط بقى كل ده كده. المكنة دي اللي معطلة باين. في حاجة هنا معطلة الماكينات يا جدعان. ممكن المغناطيس نركب كده. لا مش المغناطيس، اما احنا هيبقى عندنا مكنة كده مش متوصلة. طب هنجرب مكنة كمان، هي دي اخر مكنة اكيد يعني. نحط بقى الكواد هنا كده. يلا بقى اركبي بقى، اركبي بقى وسليك النية. اظبطهم كده يا جدعان وارجع لكم على طول. مش عايز تركب لان الكوع هيشها يا جدعان. طيب هنشيل بقى الكوع كده، او شيلنا الكوع، نحط المكنة. المكنة بتركب، يا اما نحط الكوع يا اما نحط المكنة. ما كانتش بتعمل كده، يا اما بقيت المكنة متركب اهو والكوع متركب اهو. من المكنة دي محطوطة جنب والكوع متركب اهو، اهو هتحطها تاني هتتحط عادي، مفيش اي مشكلة. في ايه بقى تاني هنا؟ يعني لازم حاجة تعاكسنا في الاخر كده. لا دي حاجة حرام والله، والله حرام يا جدعان اللي بيحصل فيا النهاردة في الحلقة بتاع النهاردة دي. يعني ايه بقى؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ طيب يا جدعان هنشيل دي كده، هنبقى نشوف لها صرفة ولا اللعبة تعمل تحديث ولا حاجة. عايز صورة مفتوحة. هنركبها هنا كده بحيث توصل مية. تمام، ناخد بقى المكنة اللي هي دي، يا رب بقى تركب.
الله الله، يلا يلا روح روح كده. تمام، وصلنا كل المكانات اللي مفيش الا واحدة بس، يلا معصلجة معانا وخلاص اتصرفنا فيها. وصل بقى كل السيور اللي واخدة المساحة دي في الفاضي. يبقى في حاجة لسه ناقصة؟ مفيش أي حاجة ناقصة. نوصل بقى الماء بعدها كده. تمام، ظبطنا الدنيا خالص. من هنا نحط بقى دي، حط بقى دي هنا كده. تمام كده، تمام أوي. يعتبر الماء كده اتوصلت. نظبط بقى من هنا، محتاجين كمان حرف تي يا جدعان، نجيبه بقى بسرعة كده. وصلنا المية، نجيب بقى الكعان عشان نوصل المية في بعضها، نوصل الماسورة الرئيسية بماسورة الماكينات. نشيل بقى دي كده، هنحتاج كمان قوة واحد. كده احنا وصلنا كل المية، نشيل بقى التي ده خالص ونحط كوع عشان المية تبقى مقفولة. وكده المكنة دي مش متوصلة، نوصلها بقى يا جدعان. جبنا حرف، جبنا كوع اهو. يا الله، انا اشيلهم يا جدعان، اشيلهم. ونوصل دول، نوصل دي كده. نجرب بقى الماكينات كده. في مية هنا نازلة ايه؟ هنا في كمان مكنة مش متوصلة يا جدعان. طيب حط الكوع ده كده، نركب بقى المكنة. يا رب بقى تركب يا جدعان. بقيت المكن متركب بنفس النظام ديت، مش عايزين تركبوا التلاتة دول ليه؟ في ايه؟ الو، في ايه؟ اهو بقيت المكن بنفس النظام متوصل. طيب يا جدعان هحاول اظبطهم كده وارجع لكم على طول في السريع كده. زي ما انتم شايفين كده يا جدعان، كل المكان اللي انا كنت بركبه، يا اما اركب الكوع يا اما اركب المكان. بقالي كتير والله بجرب في الموضوع ده ومش عارف ايه اللي بيحصل ده، يعني جليتشات جليتشات فظيعة في اللعبة. بجد اللعبة صعبة يا جدعان، صعبة. فانا مش عارف بقى اعمل ايه دلوقتي، مش عاوز اسحب على اللعبة يا جدعان لان انتوا بتحبوها برضو. بس بصراحة يعني لازم نشوف حل، لأن طبعا المكان هيبقى كله كلوتيوم، المساحة دي كلها هتبقى مكانات كلوتيوم. فاحنا لازم نشوف حل عشان نمشي عليه بقية الحلقات يا جدعان، ونعرف نكمل المصنع ونكبره. مش كل شوية قابلنا مشكلة، مثلا الأول في المكانات دي قابلنا مشكلة الطين، وبعدين حطينا طين تحت المكان، المكان اشتغل تمام. طيب مشكلة بقى اللي هنا يا جدعان، إن في مكانات ما بتركبش أصلا، يعني دولت راكبين أهو، يعني ديت راكبة نفس دي اهي. شايفين يا جدعان دي راكبة اهي، الكوع قبلها اهو، دي راكبة الكوع قبلها اهو يا جدعان في المكنة اهو، وده كوع فيها اصلا مش متركب فيها، داخل فيها وطلع كده المكنة اللي بعدها. يعني اهي لو جيت بقى تحط مكنة هنا تلاقي الكوع ده عايش في المكنة التانية. بس اجيب لكم مكنة اهو يا جدعان عشان تبقوا عارفين بس الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اهو المكنه كده متركبه في هنا في الكوع اللي على الشمال دلوقتي. الكوع بقى اللي قدامي ده، اللي في نص الشاشه ده يا جدعان، اللي قدامي ده اهو، هو اللي حاشي المكنه. ليه ما اعرفش، مع ان المكنه اللي قبلها متركبه في نفس الكوع اهو. طب تعالي هنا كده نشيل بقى الكوع، نحط بقى المكنه. المكنه ركبت تمام. طيب احنا الوقت موصلين لي دي ميه، طب في واحده بعدها عاوزين نوصل لها ميه، نعمل ايه؟ طب اهو يا جدع
دي اللي بعده، عايزين نوصل لها ميه، لازم نحط كوع هنا. هي اساسا الماسوره طالعه من الجنب، فاحنا هناخد الكوع اهو يا جدعان، نعدله بس كده الاول اهو، يا تركب المكنه يا تركب الكوع. ف يعني مش عارف ايه اللي حصل، هو كان في، طب ما الجهه التانية احنا مركبينها كل حاجه تمام، المشكله فين بقى؟ كنت بفكر المشكله في الارضيه، شلت الارضيه اهي ورايا اهي، المشكله في الطين، شلت الطين اصلا من تحتها، وفي الاخر لقيت المشكله في الكوع نفسه. طيب اركب الكوع، المكنه ما تركبش، اركب المكنه الكوع ما يركبش، فانا مش عارف صراحه اعمل ايه. فلو انتوا تعرفوا حل يا جدعان، او اي نظام نمشي عليه في تركيب المكن، يا ريت تعرفوني. انا مش هكمل الماكينات، انا عامه في خلف الكواليس افكر برضو في حاجات واعملها، يعني انا مش هسكت للموضوع ده، افكر في سيستم معين نمشي عليه في تركيب المكن، بحيث بعد كده نبقى مرتاحين ما نجلش، حتى لو هناخد مساحة اكبر ونوسع المكان، برضو المكان لسه واسع اهو، يشتغل مكن اكتر من كده. فاحنا عندناش الا مكن يعتبر حوالي 14 مكنة، فان شاء الله انا هظبط الاداء كده في خلف الكواليس، لان انا والله تعبت بقالي كتير بصور يا جدعان، بحيث ان انا اظبط الماكينات مع الكعان مش عارف اطلاقا. فاعذروني النهارده، حلقه النهارده كانت كلها خساير يعني يا جدعان. في المصنع التاني قلنا نفجر ونوسع وننزل الماكينات لتحت، فجرنا المصنع بحاله، المصنع ده قلنا نزود الماكينات، زي ما انتم شايفين بقى اللي حصل قدام. طبعا في ممكن نعمل سيستم لتركيب المكن بالجنب كده يا جدعان، يعني احنا ممكن نعمل بالجنب كده يعني مثلا، بس مش هتبقى كده بقى، هتبقى يا جدعان كده بقى كده، ثواني هتبقى كده، بحيث نبقى مطلعين من هنا بره، عطينا الحرية، ونحط لها السير هنا في قدامها، يطلع للسير اللي في النص ده برضو فكرة. بس يا جدعان ايه، احنا عاوزين نشوف الحل اللي يوفر علينا مساحة، ما لقيناهوش هنستخدم الحل الجانبي ده يا جدعان، اللي هو احنا نحط المكن بالجنب زي ما انتوا شايفين كده، ان شاء الله يكون حل شغال وهيشتغل ان شاء الله. فبعد اذنكم يعني بستأذنكم ان تكون نهاية الحلقة هنا، لان والله العظيم بجد انا بصور بقالي فترة جامدة، يعني مش بقالي فترة كبيرة بصور في الحلقة ديت، فياريت تعذروني بقى ان انا اللي عملته، وحتى كمان هدينا نص اوضة الصيانة، يعني النهاردة كان حلقة خراب يا جدعان، حلقة وبوظنا المصنع التاني، نص المصنع ضربناه بالقنابل النووية. ف الحمد لله كده يا جدعان، بقى اقدر اقول لكم دي نهاية الحلقة يا جدعان، اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية، سلام يا أحلى إخوات في الدنيا.